من أجل جعل بيئة نظيفة تسمح للسكان العيش بصحة تامة وفي مأمن من الميكروبات والملاريا، جاء تنظيم هذا اليوم لجمع القمامة والقضاء على الجراثيم في برك الحدائق بحي مرسال بالدائرة السادسة، وهو يوم نظمه نادي الأسود الدولي للمنطقة رقم 27 تشاد. هذه المبادرة تندرج في خطة عمل حاكم مركز 403 التابع للمكتب العالمي لنادي الأسود، والتي جعلت قطاع البيئة قطاعا مهما ويحظى باهتمام عالمي. وهذا العمل جاء بدعم مالي من مصرف إيكوبانك بالشراكة مع البلدية المركزية للعاصمة إنجمينة. من خلال إصحاح البيئة، فإن أعضاء نادي الأسود يريدون القضاء على الملاريا. في خطابه ذكر رئيس المنطقة رقم 7 السيد شارل رومي إيكومي بأن أندية الأسود الدولية هي منظمة دولية تضم الرجال والنساء بشكل طوعي من أجل خدمة المجتمع. فمن خلال هذه المبادرة يريد نادي الأسود فقط أن ينشر الوعي وتحسيس المجتمع بحماية نظامنا البيئي عبر النظافة التامة. النائب الثاني لعمدة مدينة إنجمينة إبراهيم عبدو قال إن بلدية إنجمينة تشيد بالعمل النبيل الذي قامت به أندية الأسود الدولية، وقدمت الإمكانات اللوجستية لمصاحبة البلدية في مجال حماية ونظافة البيئة. إن هذا العمل السخي لنادي الأسود سيسمح بالقضاء على الأمراض خاصة الملارية، لذا فإن سكان هذه الحارة قد عبروا عن شكرهم وعرفانهم بهذه البادرة.